للحب فلسفة في قلب كل محب، وأحيانا هذا الحب يتسلل إلى النفوس من حولك، وليس هذا نتيجة منك ولا عنك، بل عنهم، هم الذين أحبوك، لأنك أنت ترى نفسك من الداخل، أنت ترى نفسك من الداخل، فتصبح مكشوفة لك، جلية، واضحة، لا تحتار في تحديد ما تشعر به نحو الآخر. فالحب هو فيضا وفيض وطوفان يخرج بداية من صفاء نفسك، وتجارب الأيام والأشخاص تمحص هذا الحب، ويتجلى هذا الحب مع التجارب، ويتنفس الحب مع أخلاقك. كلما زادت أخلاقك مع الناس طيبة، كلما تنفس الحب في قلوب الناس لك طيبا وعبقا. لي الحب ليس فيه حركة ولا سكون، ولكنه يسكن المتحرك ويحرك السافل. الحب معدن نفيس لا يقدر بثمن، كما أن النفوس أصلا معادن، كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن والحب معادن، منهم تراب ومنها الجوهر ومنها المزيف، ومنها الحب ظاهر حب وباطنه كراهية. فالحب لا يأتي إلا من القلوب الخالصة الصادقة، يأتي من عصارة الروح. فالحب هو روح القلب الحي، بل الحب هو حياتك، هو قطعة منك وتغرسه أنت في قلوب الناس. الحب هبة ربانية يهبها الله عز وجل شانه للقلوب الحية لتحيا وتحيي غيرها. هذا ميثاق أوجده الله، لهذا يحتاج رعاية. الحب ليس فيه الأنانية ولا يمتلك الأنانية. الحب حياة منك لغيرك. الحب عطاء بلا حدود، كل شيء يتوقف إلا الحب يزداد. الحب يقوم على ميزان العدل والوزن، لهذا الحب وديعة، وديعة في قلبك تغرسها أنت في قلوب الناس لتسكن في أمان بقلوب الناس. فمتى ما أحبوك الناس واطمأنوا لك أصبحت قدوة، أصبحت مثالا لهم، أصبحت أنت ترتقي من الحياة الجسدية للروحانية. لهذا كم من سلوك نفتقر به لأدب الحب، نحن كم من سلوك نتصرف به يفتقر لأدب الحب وأبجدياته التي تعرفها القلوب الصادقة. الحب هو نبض نافع مبارك يريد لك الخير، سواء كنت بعيدا أو قريبا، ينصح لك ويشفق عليك ويترفع عن الأنانية ويترفع عن الأذى. للحب مفردات ربما أنا وأنت نعجز أن نكتبها أو أن نشرحها، لكنها تحتاج منا للحظة صفاء، صفاء نفس تحلق به بذاتك وبروحك، فتمتد روحك لكل نفس تشتاق إليك. الحب ثمرة، الحب ثمرة، لا تتعجل بقطفها، اجعل الأخلاق تنضج بحبك. إذا خرج القول مشبع بالحب سيخرج لك بطيب المسمع من الناس. إذا خرجت النصيحة قد أسقيت بماء الحب خرجت لك باتباع المحبة. إذا خرجت الوردة لزوجتك بالحب لا تذبل. الحب ومصطلح كلمة الحب في عالمنا قد شوهت، لأن هناك أناس أخذوا سلم الحب ليقطفوا الثمار ويهربوا، وهناك أناس أخذوا الحب وجعلوه كطعم يصطاد به من شاء ومتى شاء. لهذا بما أن الحب قد شوه، لابد من الأرواح الصافية أن تعيد مصطلح الحب للنفوس الراقية. الحب مصطلح راقي لا ينفع معه النفوس الخبيثة، بل لابد من نفس راقية تنبثق منه حتى ينبض في قلب كل إنسان معنى الحب.